كثير من الاشياء نفقدها بحياتنا بسبب شيء واحد انه حرفيا ما نجرب ودائما قاعد تقرا السكريبت. يقول لك الانسان عدو ما يجهل. اي انا خفت تكون حاطين شيء زياده قلت خلينا نلحق اقرا. لا قاعد اقرا امور متعلقه حاط لنا اياها الاعداد جزاهم الله الخير عن التجربه وايش كثر التجربه مهمه في حياتنا وشلون الانسان اذا ما جرب ما راح يعرف يتعلم في هذه الحياه. صحيح التجربه مهمه بس ترى بالامور الايجابيه. صحيح. انا عن نفسي احب التجربه الايجابيه بالرياضه سواء ايضا بالمكياج ترى اذا ما تعرف البنات يجربون ليل نهار ان شاء الله بالمكياج. ما اعرفها يعني ما ميك اب يجربون بالميك اب. صحيح لان اليوم انت لما يكون في ترند بالمكياج مو معقوله ان فجاه كل البنات يعرفونه فدك قاعد نجرب المحاوله مرة مرتين اي ثلاثه نفس الشيء حياتنا العاديه اليوم بالرياضه كم مره رياضي يطيح ويتعور ويتكسر عشان يوصل للنجومية اللي يبيها ويوصل لمرحلة حلوة وإيجابية وجميلة من واقع التجربة والتجارب اللي هو جربها. أنا كل اللي بقوله إن التجربة جدا مهمة في حياتنا والإنسان اللي ما يجرب ما راح يتعلم. وأجمل بوابة للنجاح مصطلح أنا ما أحبه يقولون الفشل. الإنسان لما يفشل ولا لما يطيح إنزين لازم يتعلم شلون يوقف ويصير أقوى من قبل عشان يجابه الحياة هذه بكل إيجابية ويتعلم من أغلاطه اللي سواها. صحيح. في حياته. خلنا نبدأ مصطلح فشل ونقول تجربة ونجرب تجارب ونرتقي بالإيجابي منها. صح مصطلح فشل وايد سلبي وايد سلبي محلو. يعطيك إن خوف الخوف بعد ترى هو أكبر عائق. اليوم لما تسمع فشل راح تخاف ما راح تجرب راح تقعد مكانك. كسروا حاجز الخوف وارتقوا بنفسكم وذواتكم وعيشوا الحياة الجميلة الإيجابية هذه ودوروا على أبسط الأشياء اللي تسعدكم وإن كان كوب قهوة. صحيح حلو اليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع. اي بنتكلم عن هذا يلا. الموضوع وبقدم حلقه وبجرب اقدم حلقه قمه في الايجابيه. يلا يعني أنا بختصرها وأنا جاي بالسيارة عشان أدش بالمود الجميل مع الحلقة قاعد أسمع مثل ما هو ببالي عساني بباله حلمي وصالة ما ودي أقول بس اليوم إحنا ودنا نقول ودنا نسولف عن تجربة شيماء سليمان حياك الله. الله يحييك. أنا أول شيء سعيدة إن أنا شفتك من بعد كم سنة؟ ثلاث أربع سنين؟ لا أكثر. أكثر. خمس سنين. خمس سنين رحلة مع فنان. أوه. وايد كان أكثر. كانت تجربة وايد حلوة معاك وأحب البرامج اللي تدايب تقدمها. وأنا أحب الجو الفني الفلسفي اللي ركزه والفني الفلسفي اللي تمثلك شيماء سليمان عشان نوصل رسالتنا حق الناس ونوصل الفكرة اللي إحنا نبيها حق الناس. يمكن سؤالتنا قبلها وقلت لك موضوع عن التجربة وش كثر مهم إن الإنسان يجرب في حياته عشان يوصل لمرحلة من النجاح. وايد جربتي. تكفى سولفي لي شيماء. شوف إذا بنتكلم عنها كمهنياً جربت وايد وإذا نتكلم عن مجال مثلاً الفن جربت وايد يعني مثلاً أنا من صغري كان عندي حب أني أجرب أبي ألقى نفسي أنا وين المكان اللي يشبهني وين المكان اللي يناسبني يعني ما راح أتخيل يعني اشتغلت في جهات حكومية حلو ما عجبني موضوع أن أنا أقعد مكتب وأخلص معاملات واشتغلت في بنك حلو كانت تجربة جميلة الله شيماء سليمان وبانكر اي بس هم ما تشبهني حلو يعني ياخذ وقت وايد انا بالنسبة لي عندي الوقت جدا مهم اثمن شيء بالدنيا اي يعني اذا انا يومي كله رايح قاعدة اشتغل زي في عندي اشياء ثانية اللي هي اللي انا فعلا احبها لنفسي لشخصي ما كنت اقدر اسويها فما لقيت نفسي في هذا الموضوع حتى في الدراسة كانت طموحي بعيدة عن الفن حلو يعني تخيل كان ودي أدرس علوم سياسية حلو ما درست كان ودي ماركتينج وقتها كان تول كل مبلش هاب بالموضوع ما لقيت نفسي هذا أنا سويته وتخرجت ماركتينج أي تخيل يعني أنا من تخرجت من ثانوية ترى ما كملت دراستي على طول حلو. قعدت يمكن ست سنين أكثر من ست سنين ثمان سنين بعدين استوعبت إنه لا شيء ما أنت دامش دشيت المجال عقب ما غنيت قدامك دشيت المجال ولقيتي نفسك انت هني ليش ما تجربين تدرسين الموسيقى حلو واللي عارفه انك تخرجتي تخرجت الحمد لله الحمد لله الحمد لله تخرجتي اي الحمد لله فلما دشيت ودرست استوعبت ان هذا انا هذا اي هذا اللي انا ابيه لقيتي بس هالحكي والله كم سنه ترى انا اشتغلت من كان عمري 18 سنه ما شاء الله اي يعني كنت ادرس واشتغل حلو وبعدين جربت مني ومني ومني لقيت نفسي إن أنا دراستي الموسيقى حلو مجال الفن
تخصصتي فيه وابدعتي فيه وتخرجتي منه. الحمد لله. الحمد لله. هني نشير على ان هي جربت. جربت وايد. والتجربه مو عيب ترى. مو عيب بالعكس. ليش في ناس يشوفونها عيب؟ يعني انا عيب اجرب، انا خلاص لازم ارسم لي خط حياه، انا اتخرج من الثانويه، انا ادرس اخذ شهاده جامعيه ولا وات ايفر، انا واتزوج واقعد بالبيت. واتزوج واقعد بالبيت واتوظف واشتف ايدي. من وانت صغير شنو دائما يزرعون في مخك؟ يفرضون عليك مثلا تخصص انت مو انت. انت لما تكبر لازم تدرس كذي، والاهل يسكت ويتقبل ولين يوصل ويتخرج. ترى وايد ناس كانوا معاي بالمعهد عندهم شهاده دكتوراه دكاتره، خذوا شهاده موسيقى. يبي موسيقى، يبي شيء هو يحبه. تخيل دكتور عنده شهاده مالت موسيقى، شلون؟ هذا انا معناته ان انت لازم تجرب لين تلقى نفسك. صح. الانسان لازم يكون مرتاح باي مجال هو يعني يكون فيه عشان يبدع، علشان يقدر يطور مثلا يعني يقول مثلا دكتور تخصص نادر، انت شلون بتبدع في مجالك اذا انت ما تحبه؟ ما عندك شغف في حركك تجاهه، بتمشي وبتاخذ موضوع معاش واسم وخلصنا. لا، اذا انت ما حبيته لا تسوي. ابي حته الابداع هذه. اي اذا انت ما حبيته لا تسوي. حلو. روح وين تحس، اسمع قلبك. انا هالجمله الحين اقولها حق اي احد، اسمع قلبك. حتى لو بيصير في ناس بيوقفون ضدك، ناس بيعرضونك، ناس بيحبطونك، ناس بيقولوا لك انت ما تقدر وانت ما تسوي، ما راح يفيدك. لا، راح يفيدك، لان انت بيدك راح تقدر تخلي هالشيء يمكن يكون بسيط، بيدك تخليه يصير شيء كبير. الله. راح اعول على موضوع ان موسيقتك مغايره وتغنين في حته هناك بروحك والحمد لله يعني ابدعتي فيها، لكن جيتي دشيتي مجال التمثيل، اللي يحبونك صار فيهم ايش راح تسوي؟ ايه ايش راح تسوي؟ احنا نحبها كمطربه، ايش راح تسوي كممثله؟ ابدعتي بمجال التمثيل، هذه تجربه بحد ذاتها، نبي نسولف عنها. الانتقال من يعني ما شاء الله الطرب والغنى والدراسه الفنيه الموسيقيه الى التمثيل والابداع بالتمثيل. انا شوف تيتني عند النقطه اللي وايد الحين في حياتي مأثره علي. ليش؟ انا اقول لك، انا بالفتره هذه كنت اخر سنه دراسه. حلو. يعني من اول ما بلشت تمثيل كنت بثالثه. ثالثة عالي، كان ضغط نفسي مو طبيعي يعني، وكنت قاعدة أتحدى نفسي إن أنا في شخص مؤمن بموهبتي لازم ما أخذله. صح. اللي هو كان المخرج محمد دحام. صح. أوجه له تحية. لا تحية. فكنت شعور خوف، وترى كنت بوقف قيدي أبي أركز. أنا أحب لما أمسك شيء، لما أحد يحطي في مكان أحب أكون قده، قد هذا المكان وأركز فيه وأبدع فيه. أي. فكنت مشتتة ما بين أن أنا أوقف قيدي في الدراسة وما أبي أسوي شيء بالأغاني، أبي أركز هني. ولو تلاحظ أنا صايرة أنزل أغنية بالسنة من مثلت. قبل كنت يعني عندي مثلا وايد أغاني وطنية، كان عندي وايد أعمال أسويها طول السنة. صح. صرت مقلة بعنا هو المجال اللي أنا أحبه أكثر. الدرجة الأولى. أي. حلو. ركزت بالتمثيل والحمد لله يعني ما خذلت المخرج. الحمد لله ولا خذلت الجمهور. الحمد لله. الحمد لله. تجربة كانت جميلة وايد حلوة، لكنها متعبة. متعبة. متعبة لدرجة إنه أنت لازم تتفرغ تفرغ تام حق التمثيل، بس خذت مني وايد. وعلمتك وايد. علمتني وايد. والتجارب اللي فيها وإن كانت قاسية تعلمت. تعلمت بالعكس. حلو. يعني كانت تجربة وايد حلوة، ودائما أقول يعني شكرا إن أنتوا علمتوني. الحمد لله. الحمد لله. خلينا نعيش شيء ما أجواء البرنامج، يعني إحنا برنامج فني وشيء هذا، وأقول لك تكفى غني لي. والله راح أغني. إهدى يا قلبي لو سمحت لا تهان، احنا اتفقنا ما نميل وما نحن، وش فيك انا شفت تدق بزيادة ما هي العادة، يا قلبي افا وين الوعد قلنا تسكر بابك، انا ولا بك شفنا اللي كفى، يا قلبي أجل انتباه موضوعك أكبر من غلا، نبك معي وروحك معه نوصل لي وين، لعجاب نقص الغرام تذكر يتلوه اهتمام، ونحب إلى حد الغياب نندم بعدين. نندم بعدين. يعني. نندم بعدين. إيه والله نندم بعدين. الله 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 الله. يسلم الصوت. تسلم. وتسلمين وما قصرتي.
شيماء راح ننتقل حق اختنا هديل تكلمنا عن موضوع التجربه والامور المتعلقه بالتجربه ونرد نكمل معاك. يعني انا طمعان بثلاث اربع اغاني بعد. حاضر. وعندي بعد اسئله لقبل. فاحنا نروح حق اختنا هديل ونقول لها هديل يعطيك العافيه وهاتي ما عندك. اي هاشم، بالنسبه حق موضوع حلقتنا اليوم راح اتكلم عن شخصيه مشهوره، شخصيه معروفه كانت التجربه سبب نجاحها. في كثير من الأشياء بحياتنا نفقدها بسبب شيء واحد، إنه حرفياً ما قاعد نجرب. ودائما نقول إن الإنسان عدو ما يجهل، فتخيل إنه يكون حارم نفسه من كل شيء بسبب والله إنه ما جربه أو خايف إنه يجرب. دام هذا موضوع حلقتنا التجربة وشلون ممكن هي توصلك لها مراحل مهمة، راح نعطي مثال حي للتجربة الناجحة وهو الفنان والنجم العالمي دوين جونسون. بداية هذا النجم بلعبة كرة القدم الأمريكية في فريق جامعة ميامي الأمريكية، وحقق معاهم بطولة بسنة 1991، ومن هنا كانت بدايته في تجارب كثيرة وجديدة بحياته. ومن بعد هالتجربة الناجحة بحياته قرر أنه يدخل مجال المصارعة الحرة العالمية WWE، خصوصاً أن أبوه كان مصارع محترف ومعروف، والمصارع روكي جونسون اللي كثير من محبي المصارعة يعرفونه. دراك اسم شخصيته في عالم المصارعة اللي انشهر فيه، وهذا كان بسنة 1996، وبسرعة كبيرة وصل للصدارة وحقق نجومية كبيرة في مجال المصارعة. من هنا نقدر نقول إن دوين جونسون صار بطل عالمي والكل يحبه. دوين جونسون ما وقف طموحه بالنجاح وقرر أنه يجرب عالم التمثيل، وطبعا هذا عالم صعب وفيه تحدي كبير، وتحديداً بسنة 2002 بفيلم الملك العقرب. على الرغم أن حاشته وايد انتقادات بس ما وقف وقرر أنه يكمل. من بعد هذا الفيلم توالت أعماله الفنية في مجال السينما ووصل له مكان مهم وما يستهان فيه في مجال التمثيل. في السنة اللي طافت سوى مسلسل عن قصة حياته، وأنه بالنسبة له قصته ما انتهت وقدامه كثير من الطموحات والتجارب اللي هو يبي يحققها. من هنا مشاهدينا ناخذ العبرة بأن الحياة عبارة عن تجارب، ولازم كل واحد فينا يجرب اللي يحبه، لأن في يوم من الأيام راح توصل للي تبيه. نطلع معاكم هذا الفاصل ونرجع لكم. يا جماعة ترى وايد صعب ان انت تقابل يعني صديقة واخت عزيزة وفنانة جميلة انت يعني فانز حقها، وبنفس الوقت يعني المصيبة الاكبر انها زوجة رفيجك، فالوضع شوي متوتر، بس يعني لازم تكون اوفر كيرنج. انت الحين وطتني وياها كانت لا استحي فيك. لا توترين طيبة. قبل الفاصل سولفنا عن سالفة التجربة وربطناها بسالفة الثلاث سنين اللي انت انضغطتي فيهم. انت صرحتي تصريح وقلتي من بعد مسلسل سمع عالية راح توقفين عن التمثيل، ويعني عورتي الناس اللي يحبونك كفنانه ممثله مطربه. ايش سالفه التصريح هذا؟ شوف، حط ببالك ان انا لما صرحت هالتصريح ترى انا كنت بغصه. أوكي. لان انا حبيت التجربه وحبيت النجاح اللي وصلت له بهالتجربه. يعني شفت انا من متى اغني، شفت شيء وانا ممثله ما كنت شايفته ايام كنت مطربه. حلو. نجاح مخيف. يعني قبل كنت عادي اطلع واروح وارد، مو كل الناس تسمع اغاني، مو كل الناس متابعتني، فكان الوضع عادي. بس انا برمضان دشيت كل البيوت، حتى لما اسافر الناس توقفني، فالشعور ترى وايد حلو ومخيف بنفس الوقت. فلما صرحت هالتصريح انا كنت واصله مرحله وايد صعبه، ترى مخنوقه، لان يعني اوكي انا دشيت هالمجال وانحطيت بخانه صعبه، ان انا الاعمال اللي مثلتها كلها ادوار بطوله. حلو. فلما كان أي شخص يكلمني عن أي عمل سواء مدير إنتاج أو منتج كانت الأدوار جداً بسيطة، فأنت لما أنت تبلش فوق ما يصير تنزل، لا تنزل تنزل يعني اللي خمس حلقات ست حلقات وشي ما في من وراء رسالة مثلاً. ما في. أنا هذه النقطة يعني أي. أنا لو تلاحظ كل الأعمال اللي قدمتها ترى كلها فيها رسالة، الحمد لله. يعني كلها كنت أوجه رسالة حق يعني شريحة معينة من الناس، فجأة أسوي شيء عادي أحبني وأحبك وما أدري شنو، وبعدين قاعد أستغل وجه شيماء سليمان ونجاح. أنا هذا ما حبيت الموضوع. حلو. وما حبيت هم تكرار الشخصية الأدوار. يعني إنه يعطوني نفس اللي الناس تعودت عليه فيه، ومليت
تبين شيء جديد، تبين تجربين. شكرا. يعني هذا السبب ترى، يعني كنت مكبوتة، قلت اوكي ممكن اني اسوي اللي انا احبه باشياء ثانيه. يعني انا المسرح، اعشق المسرح. المسرح يشمل الغناء. عندكم مسرحيه غنائيه شبح الاوبرا، وهذا شبح الاوبرا. بدعتي. شبح الاوبرا كانت من التجارب الجميله اللي اتمنى لليوم نعرضها، لان احنا كاستنا وايد حلو، يعني كلنا على قلب واحد الحمد لله، وممتعه يعني الصراحه المسرحيه. بس المسرح بشكل عام انا عندي يشبهني اكثر، لان في غنى، في استعراض، في تمثيل. وبزيد عليهم شيء، يمكن لان انت شخصيتك انسانيه بحته، فانت تحبين التواصل المباشر مع الجمهور، تحبين تشوفين رده الفعل دايركت قدامك. فعلا ترى هذا شعور. وحتى لو تلاحظ مثلا عندي مسرح، ترى المسرح انا قاعده اروح اعرض ساعه وارجع بيتي، قبلها انا ببيتي مخلصه اشغالي، فالمسرح ما ياخذ منك كل يومك وكل حياتك وعمرك. فهذا اللي انا راح اتجه له، وان كان في مثل الاعمال اللي الحين انا صورتها، في عندي اعمال ان شاء الله بتنزل قريب ان شاء الله باذن الله. ان كان في فيلم ما يمنع، ان كان في مثل الحين صاير ترند موضوع السيزونز اللي حلقات، تكون ثمان حلقات، ما يمنع. صحيح. بس مسلسل 30 حلقة ما انا اعترف، يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. برافو عليك. انا ما اقدر. برافو عليك. لان انا طلعت بشخصيه مو شخصيتي حق الناس في اخر فتره من كثر الضغط، فما بيهم يكرهوني. شيماء، بس خلينا نثبت على شغله ونوضحها حق الجمهور، ان القناعات ترى ممكن تتغير. ممكن اليوم انا اصرح بتصريح، بعد يومين انا قناعتي تتغير. ما اقول لكم ان انا اناقض هذا التصريح، لكن ممكن اتصرف تصرف اخر لا يمت للتصريح بصله. صح ولا لا؟ مثل صح. ما صار وياك. انا ما اشوف هذه في نقطه صدق. اشكرك ان انت قاعد تتكلم في الموضوع. انا لما طلعت وصرحت، المقطع اللي انتشر في السوشيال ميديا مو حاطين الفيديو كامل. انا قلت ترى، قلت انا ممكن اطلع بمسرح لان احب المسرح وامثل افلام، حتى ما ذكرت سيزونات، بس ما قلت بقطع مره واحده. حلو. انا صار علي هجوم ترى يوم ردينا نعرض المسرحيه، انت مو قلتي بتوقفين، وانت انا قلت بوقف دراما. في فرق. وحتى طلعت لايف مره وقلت انا بوقف دراما. والقناعات تتغير يا جماعه. القناعات تتغير، هذا بالاخير هذا شيء راجع لي. وانا اتمنى ان الرساله وصلت. زين، قبل ان ننتقل حق النقله الثانيه والفقره الثانيه مع اختنا هديل، هم انا طمعان اسمع شيء. هالمره ابيك انت تنقين، راح تسمعينا. الله ما شكرا لان راح همو خلاص انزاح، والحين قلب ارتاح ما صرت عاني. احلى الحياه بالعكس حر صرت، هذا انا ما خسرت، ما طحت وما انكسرت بعدي في مكاني. نفس الحلال نفس الجمال، همي حقب مهلا أزال، مهما جرى لي راحة متقبل نفسي بكل حال. حلوة الحياة وبس. حلوة الحياة. الله 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 الله، يعني يسلم لنا الصوت. تسلم على الاختيار الجميل. حلوة الحياة. أيوة. حياة جميلة وإيجابية، بوجود الناس اللي تثريها بطريقة حلوة. أنا قاعد أشوف مخرجنا عبد الرحمن صايغ وايد متأثر ورا الكاميرا. عموما جايكم بغاني إحنا، بس نروح حق أختنا هديل. هديل يعطيك العافية من بعد هالأغنية. أنا ما بتكلم، ما بقول شيء، بس أنا بشوف شنو عندك وبرد حق شيماء. إي هاشم، للحين ما خلصت وعندي قصة ثانية عن نجم عالمي معروف، هم من التجربة كانت سبب نجاحه. يمكن الفرصة ما تكون وصلت لك على طبق من ذهب، ويمكن تجربتك تكون مو سهلة وهم فيها تعب. اليوم أول حين راح أسولف لكم عن الفنان والنجم العالمي إد شيرن. هذا الفنان كان عنده هدف واحد وهو حب الغناء، فبلش بمثل ما يسمونه في عالم الغرب وهو الستريت بيرفورمينج. يعني تخيلوا معاي، ينزل الشارع يمسك جيتارة ويبلش الغناء ويقدم موهبته، وفعلا سواها وخذ جيتارة وبلش الغناء والكل وقف يسمع هذا الفنان. بعدها شارك بأحد برامج
الواقع، وكان حيل يسعى انه يحقق حلمه، وفعلا ما وقف مشوار التجربه وحقق حلمه، وهذا كان بسنة 2007. ولكن الطموح ما وقف لهني، بحيث أد كمل مشواره وحلمه وهدفه اللي حاطه بباله، والتجربة وصلت لآخر مراحلها لما وصل إد شيران أن يكون أكبر نجوم العالم الغنائي، وغانية تعتبر من أكثر الأغاني مشاهدة، وتحقق مو ملايين بل أكثر من بليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي. من هني نقدر نقول أن التجربة أساس تحقيق أحلامك. مشاهدينا نطلع معاكم إلى هذا الفاصل. يعني هذه كانت قاعد تسولف عن إد شيران، صح؟ أعتقد إيه. أعتقد أنا سمعت اسمه كذي. إيه إد شيران، زين، وعن أغنية بيرفكت. نرجع حق التجارب، تجربته كانت حلوة، زين، نبي نرجع حق التجارب اللي شيء ما ودها تسويها ما سوتها، أكلة، رياضة، طبخة معينة، أسلوب حياة، أنت ودك تسوينه ما سويتي. شوف أنا وايد أشياء سويت، يعني كل اللي قلته هذا سويته يمكن بفترة الأزمة هذه، فترة الكورونا، جربنا كل شيء سويت. حلو. لا صرت الشيف شيء ما، يعني كفو. أنا اللي ما كنت أسوي، كنت أسوي خبز، فطاير، هبيت بالفكاشيا. الله. والله العظيم. تعلميني الوصفة. أبي نار. حلو. بالرياضة، أنا أموت على الرياضة، والرياضة عندي هي المتنفس الأول حق أي إنسان، صدق والله والله، يعني أنصح أي شخص لما يحس إنه هو في طاقة ومو عارف شو يسوي تمرن، خلي يفرغها بالرياضة. الرياضة تحرك الميتابوليزم، تعطينا هرمونات سعادة. وإن سويتها الصبح عشان يوم كله يكون سعيد، جرب سويها الصبح. صارت هبة السنين اللي فاتت استخدام أصوات الناس الفنانين المشاهير أو غيره على إعلانات، على كرتون، على خلينا نقول أشياء عشان يشدون فيها المستمع أو المشاهد أو هذا استخدام فني، ممكن يكون إيجابي، ممكن يكون سلبي. أبي وجهة نظرك من السايدين. شوفوه في بدايته كان حلو. حلو. فكرته حلوة. بعدين صار ماسخ. يعني بس عارف. خلاص دوره شيء جديد. خلاص يعني، وكله نفس الجو. يعني اوكي نجح الجو، ما يصير انت الحين جايين لك الناس يبونك تسوي لهم فكره حق اعلان تسوي نفس الناس الثانيين. انا قمت ما قمت اطالع لان خلاص هذاك حلو كان وكلنا استانسنا وفكرته نار. ايش فيكم؟ عطني شيء جديد. مليت، ما ابي اسمع. العب برا الصندوق، واللعب برا الصندوق وايد حلو. للاسف احنا عندنا سالفه الكوبي بيست. أيه. ما عندهم ابدع، قلد، ما في انت يعني سوي شيء من عندك، لا قلد. اي وانت ابدعتي، هذه مو مجامله، يعني انا بالنهايه ابقى مذيع، يفترض اني اكون دبلوماسي، وانا كلش مو دبلوماسي ولا رمادي. زين، لا بالعكس بالعكس، لا انا قاعد اشوفك انت زين. الحمد لله. انت وايد قاعد اشوفك انت زين. الحمد لله. دشوا مثلا يوتيوب، شوفوا الكومنتس على اغاني شيماء، هني نتكلم عن الابداع، نتكلم عن خانه مغايره، نتكلم عن الموضوع متعب شيماء، انك تكونين مختلفه. ونش تستمرين في اختلافك، الموضوع متعب لكنه لليوم. حلو لليوم متعب لكنه حلو. حلو ليش؟ انا اقول لك، انا من بديت الملحنين الكبار اللي يعرفوني من صغري من قبل لا اغني ما كان عاجبهم اللي انا قاعد اسويه، وكانوا دائما يقولوا لي ان علشان تبينين او ان عشان توصلين حق الفلانه وفلانه انا ما ابي اصير كذي. أنا مقتنعة يا ناس. أنا بكون شيماء. والله إني كنت أستمتع. صادق. أنا قبل ما كنت أشوف فيوز باليوتيوب. لما شفت الهبة اللي كل واحد يتفخر وصل ما أدري شنو، صار فيني فضول، خل أشوف أنا غنية كم. والله العظيم ما كنت أطالع. ما كنت تدرين صادق. والنعمة اللي قدامي. صادق. كنت أستمتع إن الناس مستانسين، مكتفية بأمية شخص حابيني قاعد يسمعوني، أنا مكتفية فيكم. الهوس مال الفيوز واللايكات يعني. صار تركيز الفنان ان انا شلون اجيب مشاهدات عاليه. حلو. مو همه شنو مضمون الاغنيه او شنو اللي يعني، صار شيء صراحه متعب. يعني وصلت لمرحله والله ما قص عليك، صار فيني ما بنزل اغاني، يعني ما بالناس يشوفوني انا من هالفئه، ويمكن ما حد يسمعني لان الناس زهقوا. ترى ما ابي اكون تقليدي، سالفه اللقاءات الحلوه والوقت الحلو بسرعه يخلص. ايه وخلص واحنا والله مستمتعين، وهذا بالنهاية لقاء. عادي بالنهايه لقاء، بس انا باخذ منك المضمون، العصاره الفنيه الانسانيه هذه الحين. اقول النصيحه اللي انت تبين توجهينها للاشخاص، خلينا نقول اللي قاعدين يطالعونك عشان يجربون، عشان يعيشون التجربه،
يعني انا دور المذيع الحين انتهى، يعني انتهى عندي. انت شنو راح تقولين؟ شوف انا يمكن ما ادري اذا وايد فنانين يسوون نفس هالشيء، انا على تواصل مع اغلب متابعيني. حلو. ارد على الكل الحمد لله. صايره ممكن تقول دكتوره نفسيه حق وايد ناس. ها في ناس كانوا شيء ووصلوا حق شيء وانا فخوره الحمد لله. يعني ترى في جيل كبر معي وانا مو حاسه، يعني انت مستوعب انه صار لك 9 سنين؟ انا مو حاسه. الله يبارك انا مو حاسه. فالرساله اللي دائما اقولها واللي انا توني الحين مؤخرا وصلت لها، ركز بنفسك، شوف انت شنو تبي. حلو. شوف انت شنو تبي. لا تسمع مثلا احد يقول لك انت روح مني، ترى انت راح تنجح مني، لا خليك بهالمجال ترى هني تطلع ذهب. لا تسمع، انت ممكن شيء بسيط تسويه تدخل ملايين. حب ما تعمل علشان تبدع. تعمل ما تحب. شكرا. الله شكرا. فجربوا كل شيء وسمعوا قلبكم. سمعوا قلبكم، خلوا الشغف هو اللي حرككم. في صوت داخلي. هذا انا الصوت توني قبل سنتين عرفته. اي والله ما كنت اسمعه. والله شيء ما اذا فهمناه وعرفناه يعني راح نكون وايد مرتاحين، وايد متصالحين مع نفسنا وذواتنا، وايد راح نحب الدنيا. لا تصارعونه، لا تصارعونه، صدقوه، لان هو قاعد يقول لكم انتوا يعني شيء اللي لكم انتوا، مو مثلا انا ما شيشكم على حد، بس سمعوكم. بس سمعوكم تحت 13 خط سمعوكم. سمعوكم. شنو راح تسمعينا عشان نقول لهم مع السلامه؟ راح اغني لكم اغنيه من البومي. حلو. احب الحصريات. اي هذه الاغنيه طبعا الشخص اللي انا اشتغلت فيه بهالاغنيه كنت اتمنى اني اوصل له من طفولتي، يعني ما كنت اتخيل في يوم من الايام ممكن اسوي هالشيء. حلو. لكن الحمد لله الله ساعدني وقدر لي واشتغلت معه. منو؟ الفنان الموسيقي مروان خوري. الله كل الأصايد. اي كل تخيل. فبس بغني لكم شي مقطع. يلا نسمع. مشتاق وعم بحلم شوفك بالساعة بعد الأيام، بعرف صعب كتير ظروف وأهوى نشوفك بالأحلام، مشتاق بعرف إنك صرت بعيد، مهما حاول أقول وعيد ما فينا نعيد من جديد، هاللي كان مشتاق تألف من نيل الميل ع صوتك انت بهالليل، مش عارف يذكرني بيوم هالنسيان. حلو الواحد يجرب اشياء جديده في حياته، كان يلعب لعبه شطرنج وهو ما يعرف، خلينا نقول هذه اللعبه وعمره ما ركز فيها. أنا جربت لعبة شطرنج. حلو. جربت الدامة، جربت وايد ألعاب ذهنية، بس تدري ليش أنا ما كملت؟ ليش ما كملتي؟ أنا ما عندي شغف. يعني ثبتت على كلمة يعني جدا مهمة، الشغف جدا مهم وضروري في حياتنا ويحركنا تجاه الأشياء اللي إحنا نحبها، فإذا أنت ما كان عندك شغف تجاه الشيء صدقني ما راح تجدم وتجربه. خلكم شغوفين تجاه الأشياء اللي تحبونها. صحيح. وجربوا وأخطوا وتعلموا ومو مشكلة، بس وصلوا حق اللي أنتم تبونه. صحيح. ودائما ما نخاف من التجربة لأن الخوف عائق. الخوف وهم لا نسمعه، خلينا نجرب. في وايد اشياء ايجابيه نقدر نجربها بالحياه، وحتى انت هاشم يعني اتوقع لك تجارب وايد حلوه بكثير من الامور الايجابيه. انا عندي باكيت ليست اجرب هالشيء واسوي عليه تك، فحلو انه يكون عندك خلونا نقول اهداف او جولز انت تسعى لها عشان توصل لها. يعني انا اتوقع ان حمسناكم بما فيه الكفايه، حركنا شغف عندكم. زين هو الموضوع مو موضوع اعلام موجه، بقدر ما احنا بنوصل رساله ان نكونوا شغوفين ومحبين للاشياء اللي تحبونها وجربوا. يا جماعه مو مشكله ان الانسان يخطي ويتعلم من واقع تجاربه. كذي وصلنا حق الختام. بالفعل.